يمكن الامور ابتدت تتضح شويه مع اوسوريو، يمكن بقاله معانا حوالي شهر تقريبا، موجود معانا خلال مباراتين. شايف ايه اهم التطورات يمكن اللي بدات تبان على الزمالك من وقت قدوم اوسوريو، التطورات الفنيه لنادي الزمالك؟ هو الراجل يعني هو لعب ماتشين، تعادل ماتش وكسب ماتش. النقطة الأبرز أو الملاحظة الأبرز في الماتشين هو التحول اللي حصل في الخط الدفاعي. الزمالك كان الفترة اللي فاتت عنده مشكلة كبيرة جدا هجوميا، الزمالك ما اتغيرش، هو الزمالك بنفس الأسلوب بنفس النمط، ولكن على مدار الفترة اللي فاتت شفنا ماتشات كتير جدا في أول ربع ساعة تقول الماتش خلص، مشكلة جون دفاعية. اتنين تلاتة، وبعدين تلاقي التلاتة دخلوا في صحيح، فما فيش. فكان في مشكله كبيره جدا جدا على المستوى الدفاعي في الزمالك. اكبر ملاحظه في الفتره اللي فاتت او في الماتشين اللي تولى فيهم اوسوريو المهمه، ان هو الراجل واضح جدا ان هو مذاكر شغله كويس، جه عارف هو فين المشاكل وقرا الفرقه كويس وبدا يشتغل على ده. فبشكل كبير نادي الزمالك مشكلته الدفاعيات حلت لحد كبير جدا، وده كان باين جدا في ماتش سيراميكا. ماتش سيراميكا انت كسبان 1-0 بس، ما كانش فيه عندك رفاهيه ان يدخل فيه جول او تتعادل وترجع أكيد. والكلام ده كله، ومع ذلك الزمالك قدر يحافظ على نظافه شباكه. كان اللعيبه قايمين بادوار كويسه جدا، اخطاء بسيطه، كام لقطه حصل فيهم هفوات من عدم تركيز، ولكن في الاخر في المجمل الشكل العام الزمالك دفاعيا افضل بكتير جدا جدا مع من قبل ما شايف يجي. انه المشكله اللي قدر ان هو يحط ايده عليها من وقت ما جه وقدر ان هو يحلها هي مشكله المشكله الدفاعيه اللي كانت بالظبط موجوده عندنا، الى حد ما قدر ان هو يحط ايده على المشكله ويبدا في حلها. بالظبط. طيب ايه اكتر حاجه متفائل بيها من وقت ما جه اسوري، او من بعد ما بدات تشوف ان هو طريقته في الاداره الفنيه ايه؟ يعني ايه اكتر حاجه حاسس ان انت عندك تفاؤل بيها؟ تصريحه لما قال ان هو اللعيبه عندها مشكله بدنيه، لان ده كانت حاجه واضحه جدا، دي كانت حاجه يعني في منتهى الوضوح. اللعيبه فعلا، انت الزمالك بيديك ربع ساعه في الماتش وبعد كده خلاص، بعد كده اللعيبه تايهه، بعد كده اللعيبه مش قادره تقف، مش قادره تجري، مش قادره تواكب اللي بيحصل. فده معناه ان الراجل ده فاهم كويس جدا جدا هو بيعمل ايه، ده معناه ان الراجل قرا الفرقه كويس جدا جدا واشتغل عليهم كويس جدا، وعارف هو محتاج ايه وهيصلح ايه وهيغير ايه. دي اهم حاجه، اهم حاجه في المدير الفني ان هو فكرة يبقى كمان جاهز. أول ما جه فكرة الانضباط اللي فرضوا على الفريق، يعني بنشوفه بالظبط بعد رمضان على طول بيقول لك لا مفيش سهر تاني، اللعيبة ديت بدل ما كنتوا تتمرنوا الساعة 4 5 العصر الساعة 9 الصبح التمرين. دي أفتكر برضو من الحاجات اللي أنا شخصيا خلتني أتفائل، إنه فكرة الانضباط اللي عنده، فكرة إنه لا مفيش سهر وهتنزلوا التمرين من الصبح بدري ومفيش سهر تاني، حسيت لا حسيت إن أنا متفائلة بيه أنا طبعا كمان شخصيا. طبعا كل ده مهم. الراجل ده لا، اي مدرب لما يكون عارف كويس جدا فرقته وعارف اللعيبه محتاجه ايه، ما هو اللي هو عمله دلوقتي ان هو يفرض انضباط على الفرقه، ده معناه ان هو شايف ان في حاله اللعيبه مريحه، اللعيبه مش واخده الموضوع بشكل جد، يعني اللعيبه حاسه ان الموسم خلص. والموسم لسه ما خلصش، انت لسه في حاجات ممكن تكون بعدت عن اللقب وبعدت عن البطوله، ولكن في الاخر في حاجات تانية وفي مكاسب تانية انت المفروض تطلع بيها. فكون ان اللعيب يستسلم او يحس ان الموسم بتاعه خلص بدري، ده دي مشكله كبيره جدا. أكيد. فهو واضح جدا ان هو مركز في ده وعارف كويس جدا ده، وقاري كل حاجه حاصله وعارف هو محتاج يعمل ايه. طب يعني اللي انت بتقوله ده واحده من التحديات اللي بتقابل اسوريو، ايه شايف ايه التحديات اللي موجوده عند اسوريو للموسم الحالي اللي المفروض ان هو يقدر يحلها؟ هو عنده 100 معادله صعبه، يعني هو الراجل كده بورقه وقلم هيمسك ورقه ويقول انا عايز اعرف الفرقه كويس. هو راجل جديد لسه ما يعرفش اللعيبه، واول مره يشتغل تقريبا بره كلوبي، صحيح. فالراجل مش عارف لسه اللعيب العربي، مش عارف اللعيب المصري كويس، مش عارف نوعيه اللعيبه بتاعتنا ونوعيه المنافسات في المنطقه وفي شمال افريقيا وفي افريقيا كلها والكلام ده كله. فالراجل عنده اصلا تحدي ان هو محتاج يدرس كل ده، محتاج وقت طبعا. ومفيش وقت ومفيش بالظبط كده، رباهيه دي بقى الوقت. المعادله الثانيه. المعادله الثانيه ان انا محتاج وانا بعرف لعيبتي اخد منهم افضل ما يمكن، لان انا عايز احط تشكيل وعايز عندي فرصه لاخر الموسم اني اقف على افضل تشكيل ممكن وافضل العناصر، لاني كمان محتاج احط بورقه وقلم اللي انا محتاجه الفتره اللي جايه. ما انا بعد ما الموسم يخلص هقول والله انا محتاج المركز ده محتاج يتدعم بكذا، والمركز ده محتاج يتدعم بكذا وهكذا. هو محتاج في اخر الموسم يقول انا والله ليا طلبات، محتاج كام لعيب. صحيح. فانت محتاج كل ده، ومحتاج تقرا المشهد كويس، ومحتاج تقف على تشكيل كويس، وفي نفس الوقت انت محتاج ما تخسرش ولا نقطه من اللي جايين. فهو عنده تحدي صعب جدا جدا. هو زي ما قلنا ان هو بدأ اول خطوه بانه يفرض التزام على اللعيبه اللي موجوده، لان هو من الاخر انتوا مكملين معايا، انتوا اللي قاعدين معايا دلوقتي، اكيد، وانتوا اللي انا المفروض اطلع بيكم باكبر مكسب في الموسم ده، يعني انتوا اللي انا المفروض افضل بيكم في المربع الذهبي علشان الاقي نفسي فرصه ان انا اشارك في افريقيا السنه الجايه، فانا هعمل ده بيكم وبعدين نبقى نشوف بعد كده هنعمل ايه.
فهو عنده تحديات كتير وعنده مشاكل كتير جدا هتقابله، زي ما قلنا ابرز مشكله عنده ان هو محتاج يقف على تشكيل ويعرف لعيبه ويجرب من غير ما يخسر ولا نقطه. هيعملها ازاي بقى؟ مش عارف ربنا، بس ان شاء الله احنا متفائلين بيه ان هو هيقدر يعمل ده. طيب لو هنتكلم عن خطه اللعب اللي لعب بيها في مباراه سيراميكا، طريقه 4-1-4-1، شايف انه الطريقه ديت ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ احسن حاجه في الطريقه دي انها طريقه مرنه جدا. انت لما بتلعب 3-5-2 مثلا او بتلعب 4-3-3 صريحه، بيبقى صعب انك تعمل تحولات اثناء الماتش. يبقى صعب ان انا كمدرب مثلا لقيت الماتش فيه مشكله معينه في حته معينه، فانا محتاج اغير الطريقه. علشان تغير الطريقه دي من غير ما يحصل ارتباك ومن غير ما يحصل اخطاء ومن غير ما يحصل انعدام تركيز عند اللعيبه، بتبقى صعبه جدا. 4-1-4-1 من احسن الطرق اللي انت ممكن تعمل فيها تحولات وتغييرات في التشكيل، في طريقه اللعب نفسها، في الخطه نفسها، من غير ما يحصل ارتباك في الملعب، من غير ما يحصل توهان، من غير ما يحصل اي مشكله عند اللعيبه. فدي اكتر حاجه مميزه في الخطه دي، انها خطه مرنه بشكل كبير جدا. العيوبها ايه؟ عيوبها ان انت عندك خطين منفصلين، خط تحت المهاجم وخط الدفاع، وفي ديفندر في النص وفي مهاجم لوحده قدام. الخطين دول ممكن يتضربوا في اي وقت. لو في حد من العنصرين اللي قدام او الديفندر مش مركز، كل ده هيتضرب في ثانيه. فالخطه دي عيبها الوحيد ان انت محتاج اللعيبه بتاعتك تكون مركزه بنسبه 100% طول الماتش، طول ال 90 دقيقه يكون في تركيز. ولكن ميزتها زي ما قلنا ان هتديك مرونه كمدير فني، تديك مرونه جامده جدا طول الماتش، انك تقدر تغير في الخطه بالشكل اللي انت عايزه.